مساء الخير، ورجعنا لكم تاني. وعايزين برضو نعرف الناس اللي ما شفتناش في بداية الحلقة ان احنا معانا النهاردة يا جماعة أستاذة ناجوليتا حافظ، وهي خبيرة الأبراج، واحنا ضيفتنا وبنحاول بيها نستبشر بالفترة اللي جاية لمحافظات لينا في الحياة عشان خاطر نبتدي نتعدى كل الأزمات اللي جاية. هنكمل معاها بقية كلامنا، واحنا عايزين نشوف بقية المميزات اللي موجودة في كل برج اللي بيها نبتدي نشتغل عليها، ونبتدي بإذن الله نرتقي من الحالة اللي احنا داخلين فيها، لأن احنا نحقق نجاح حتى لو كانت في سلبيات بتقابلنا وبتقابل أي حد مننا. نكمل بعد كده نجليت ونكمل في الموضوع بتاعنا. برج الجوزاء الحالة اللي هو فيها ده حالة من التعقل زيادة عن اللزوم. عنده جدية وعنده صرامة، بيحاول يحل مشاكل الناس اللي حواليه. فأنا بنصحه يا برج الجوزاء أنك تحاول تحل مشاكلك قبل ما تحل مشاكل الناس اللي حواليك، والحالة اللي أنت فيها حاول تستغلها أكبر وقت ممكن، عشان أنت بيجيلك وقت بعد كده تندفع وبتضيع كل اللي فات. طيب كده احنا خدنا الجوزاء، وفي معانا مداخلة تاني. ألو ألو، السلام عليكم. ايوه عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. ازيك يا استاذ سناء، اخبارك ايه؟ لو سمحت حضرتك، الحمد لله. لو سمحت حضرتك ممكن اكلم الدكتوره؟ معاكي اتفضلي. حضرتك انا مواليد 10/12/59، فانا عندي مشاكل كتير جدا ليا فتره وبتزيد كل يوم عن يوم، فعايزه نعرف كل حاجه عن برجي. طيب انت ليكي مشاكل من 3 سنين صح يا استاذه سناء؟ مشاكل حضرتك من 3 سنين عندك مشاكل. وبتزيد يعني مشاكل من كله، من العمل والعائلة ومن كل حاجة. عايزة أعرف عن برجي إيه بالظبط حضرتك من كل النواحي. تمام، شكرا ليك يا استاذه سناء، وهتبقى معاكي استاذه ناجوليت، وهتبتدي تقول لك على الخطوات اللي انت باذن الله تتبعيها عشان تطلعي من الازمه اللي انت فيها. طيب هي زي ما قلت لنا 10/12 59، ومدام سناء عندها شويه ازمات، فعايزين نقول لها الحلول. برج القوس عنده ازمات كتير الفتره دي، بس عايزه برج القوس يلاحظ ان كل سنه في التوقيت ده بتحصل له الازمات دي. فعشان كده انا عايزه برج القوس يتسلح بالروحانيات اكتر الفتره دي. يعني ايه روحانيات؟ يعني ايه روحانيات؟ يعني ذكر الصلاة، يعني يتمسك بالإيمان، يتمسك بالرضا، بس ما فيش حاجة هيمنع القدر. دي حاجة أساسية وحاجة مكتوبة، فإحنا بس ما إلا إن إحنا يكون عندنا شوية رضا عشان المرحلة دي تعدي. ودام سناء المرحلة دي هتعدي، يعني كلها شهر والموضوع ده هينتهي وكل المشاكل عندك هتنتهي، بس لحد ما تنتهي عايزين بس نقلل الخسائر. طيب تمام. هنقول برج الأسد. برج الأسد أنت الفترة دي في حالة تعصب وتوتر كتير وخوف من المستقبل، بس أنا بقول لك إنك حاول تهدى شوية، والمستقبل بإيدين ربنا، مفيش حد هياخد أكتر من نصيبه، ولازم تتعامل بهدوء ومرونة مع الناس اللي حواليك عشان في ناس كتير زعلانة منك يا برج الأسد. تمام. لو هنقول بعد كده برج السرطان. برج السرطان في قرار مصيري بياخده برج السرطان الفتره دي، فخلي بالك ان القرار المصيري اللي انت هتاخده ده هياثر على الناس المقربين ليك. عايزك تهدى شويه كده وتركز قبل ما تاخد القرار وما تبقاش اناني. سامع يا سرطان؟ يعني انا بركز بقى مع السرطان ان في الفتره اللي جايه دي يبتدي يهدي شويه من ردود الافعال اللي ممكن ياخدها توصله لمرحله تتعبه. فنكمل مع بعد كده برج العذراء. برج العذراء ما شاء الله استبشر السنه دي سنه البرج العذراء، في مفاجات حلوه جدا في الطريق للفتره دي، وفي حاجه كان منتظرها من فتره طويله حلوه برضو هتتم او هتتنفس في الفتره اللي احنا فيها دي. تمام. اما برج الميزان، برج الميزان زي ما قلت من شويه عنده توتر وقلق، بس من لا ما فيش هو وبرج الدلو عندهم قلق وتوتر، بس برج الميزان زياده شويه. بس انا عايزه اقول لك يا برج الميزان لازم تثق في نفسك، التوتر ده عشان انت مش واثق في نفسك ومش مهتم بمظهرك، ومعروف برج الميزان اكتر حاجه نقطه ضعفه مظهره، فلازم تهتم بمظهرك. برج الدلو رجال وسيدات؟ رجال وسيدات نقطه ضعفهم المظهر. اما برج الدلو، برج الدلو برده انت في حاله قلق وتوتر. ده يا جماعه برج، يعني مع احترامي بقى المقاطعه مني، ده برج انا 19/2 برج الحوت، فمش عارف بقى انا منهم فيهم. لا حضرتك برج الحوت. برج الدلو من الشخصيات الفتره دي اللي عنده قلق وتوتر، بس على ما فيش لازم تقتنع يا برج الدلو ان الكل مجتهد نصيب، كل اللي انت تعبته الفتره اللي فاتت هتلاقي النتيجه بتاعته الفتره دي، مش هتاخد ازيد من اللي انت عملته وتعبت فيه ولا هتاخد ناقص، فعشان كده عايزاك تستريح وتريح نفسك. هو دلوقتي برضو برج الدلو مروق دماغه خالص وعايز يعيش وقت فرفشه كده، مش عايز يعكن على نفسه ولا يسمع اي اخبار مش حلوه. زي بالظبط يا جماعه. ايوه برج الدلو عايز انبسط شويتين. اما لو هنتكلم عن برج الحوت، برج الحوت من الشخصيات الفتره دي برضو مريح. كويس. مريح من ناحيه الطيبه زياده. هو من وقت للتاني برج الحوت بيظهر يقول انا هبقى خلاص شرير وهتغير، وبعد كده يرجع تاني يقول انا لا هبقى طيب. فلاحظ انت الفتره دي فتره الطيبه،
فخلي بالك ان في حاجات بتحصل من وراك فخلي بالك منها، وخاصه الناس المقربين منك مش الناس، يعني ما تاخدش بالك من اعدائك، خلي بالك من اصدقائك الفتره دي. ده برج العقرب. برج العقرب هو كان عنده عصبيه كتير الفتره اللي فاتت، بس بدا يهدى شويه كده وبيتفرج على الاحداث في صمت. انا عايزاك الحاله دي تستمتع بيها اكتر يا برج العقرب، وتاخدها اكبر وقت ممكن عشان خاطر حاله الزوبعه اللي بتجيلك من وقت للتاني، وانك انت شاكك في الناس كلها فبتجيلك فبيعمل لك حاله انهيار عصبي. فحاول بقدر المستطاع ان الفتره دي تكون انت هادي. عندك مشاكل ماديه، عندك ديون بره، حاول تستعيدها عشان عندك مشاكل ماديه كبيره. طيب احنا برج ايه تاني؟ ما في باقي كام؟ برج احنا خلصنا الابراج اعتقد، الجدي تقريبا. الجدي برج الجدي. برج الجدي هو متفرج على الاحداث الفتره دي، هو لا عنده نجاحات ولا عنده خسائر، هو عنده حاله من الهدوء، بيتفرج على الاحداث، بياخد خبرات عشان خاطر ينطلق مره واحده ويعوض كل اللي فاته. تمام، فانطلق يا برج الجدي. احنا كده يا جماعه قلنا كل الابراج وقلنا للناس المحافظات بتاعتهم، وطبعا احنا بنتمنى باذن الله يبقى معانا لقاء اطول من ده واكبر من ده مع خبيره الابراج استاذه جوليتا حافظ، ونتمنى باذن الله ان احنا نكون ضيف خفيف ومعانا فقره ثانيه باذن الله نبتدي نحضر لها مع الدكتور احمد شوقي، وهو دكتور مدرس العلاج الطبيعي والام الفقرات، ونتمنى باذن الله ان احنا بالفقره دي والفقره الثانيه اللي احنا بنقدمها نوصل للمشاهد لحاجه باذن الله تفيده. شكرا ليكم وشكرا لاستماعكم. شكرا.